شفت اخوتي لازم نسيروا السنتورا والله نروحوا نديروا الكريدي، وحنا عندنا دوله قاره اخوتي. لا سيرفاس تاع الجزائر سي 2 مليون 380 كيلومتر كاري، 2 ملايين و 380 الف كيلومتر مربع. كيسكو سافي دير؟ جو سي با سكو سافي دير، بصح كنا نحاولوا نقارنوها مع الدول الاوروبيه اللي نعرفوها حنا الجزائر. كنا نديروا لا فرونس ولي زالمان ولي زانجليز يجيو نص الجزائر. كيما راكم تشوفوا، تما انا غادي ندخلوا جدهم الكل نحشرهم في الجزائر، غادي يسلكوا عنا الكره. دائما نقولوا الجزائر اكبر بلد في افريقيا، ومن بعد تجيو تقولوا لي بصح نصها صابر وصحراء. خلاص ما ندقوش للشمال، راحين نديروا ليتيديوناج، نديروا الدراسه غير على الجنوب الجزائري. واش كاين في الجنوب الجزائري؟ كاين السبش، كاين الطاقه السبشيه. الطاقه السبشيه واش دير لنا؟ الطاقه السبشيه دير لنا تريتري سيتي. كان هذه البلاصه الصغيره برك هذه نديروها اكل لي بانو سولير، نقدروا نبيعوا التريسيتي للكور الاوروب كامله، نبيعوا لها التريسيتي بالزغبه هذه فقط. ثم بغض النظر عن الثروات الطبيعيه اللي راهي من تحت اللي سرقوها لنا بوشريطه عندكم، ما كاين ذهب، كاين دياما، كاين تنغستان، الفوسفات، الحديد. صح هذو اكل يقولوا لي مناجم ولازم لهم خدامه، ما كاين حوايج ما ندير لهم والو. سياحة مثلا محمية الطاسيلي والهوكار، هذه محمية تابعة لليونسكو، دير لهم ثم النواتل والشوا والحمص بالكمون والزيت، أبا يجونا دي مليون اي دي مليون. سمعت 20 مليون دو توريست في العام، اكثر من التوريزم كامل في افريقيا يقدروا يروحوا ثم. ربي سبحانه وتعالى اعطانا كذلك ثروه هائله، الثروه البشريه. المراه الجزائريه من 1960 حتى لذوكا عندها لانديس تاع الخصوبه، معدل الخصوبه الاكبر في العالم. المراه الجزائريه تجيب ما بين 3 و8 اولاد، بصح في فرنسا وفي ليزانجليز وفي لازالمان مازالوا ذوكا يتحرجون ما بين 1.3 و2.3. الجزائر تمثله 75% اقل من 30 سنه. وكل هذه واش دير باللي هنالك مجتمع اكيليبري. هذه الرسومات التبيانيه يعيطوا لها هرم الاعمار، لا بيراميد ديزاج. في الدول الاوروبيه لا بيراميد ديزاج هذه اللي انفيرسي، صافي دير عندهم الصغار قليل بزاف والكبار والشيوخ عندهم بزاف بزاف، اللي انفيرسي. حتى ماهيش بيراميد، ولات عموديه. صافي دير لي جونس اللي راهم يخدموا قد الشيوخ اللي راهم يديو في لا روتريت. صافي دير لي جون دوكا عندهم يخدموا على الناس اللي راحين يموتوا. في الجزائر عندنا ناس يخدموا بزاف والشيوخ قليل، باسكو لا بيراميد تاعنا اللي اكيليبري. هذه البلاد اللي دخل لها البترول والغاز 800 مليار دولار. واش نقدروا نديروا ب 800 مليار دولار؟ ب 800 مليار دولار نقدروا نديروا مثلا 2 مليون سكن. كل سكن ماهيش بيتو كوزينا فيهم 10 متر مربع، ابا بيت تاع صح، فيه حوش وفيه البالكو وفيه التواقي. كنا نقدروا نديروا تران تي جي في 1000 كيلومتر يقطع لانجيري كامله. كنا نقدروا نبنيو 200 ناطحات سحاب. كان درنا 200 ناطحات سحاب في العاصمه، العاصمه تاعنا تولي اكبر عاصمه في العالم من حيث عدد ناطحات السحاب. وكنحبوا نديسباتشيوهم هكذا، شويه الوهران، شويه العنابه، شويه السطيف، شويه التبسه، شويه المغنيه، شويه الخنشله. تولي المدن تاعنا وكله ناطحات تاع السحاب. نقدروا نديروا 5 ملاعب كيما الملعب تاع فرنسا، الكرون ستاد دو فرانس. كنا نقدروا نديروا 20 اوتيل 5 ايطوال. كنا نقدروا نبنيو مدينه كيما ديزني لاند اللي راهي دوكا في الامريكان وفي فرنسا، يزوروها 15 مليون سائح كل سنه. كنا نقدروا ثاني نديروا 5 مدن جامعيه. شتو لي سيتي انيفرسيتير، ماهوش كيما لي سيتي انيفرسيتير تاعنا هذوك تاع ماستر شيف. كنا نقدروا نبنيو 5 مدن جامعيه كيما المدينه الجامعيه تاع السعوديه التي تحتل دائما المراتب الاولى في العالم. لكن ما درناش هذا اكل، وكان درنا هذا اكل كان سقمنا 700 مليار وتقعد لنا 100 مليار. تقعد لنا 100 مليار نترحرحوا بها 3 سنين، احنا قاعدين هكذا طوسطه عايشين بال 100 مليار هذيك. خلاصه القول ان الجزائر كانت تسكر لي فان تاع البترول وتاع الغاز قادره تعيش طوسطه. هذه اكل وما هدرناش على 1400 كيلومتر تاع الساحل. اي سي محمد، تي فوا كومون سان سباس دون ليسباس. سي سا لانجيري. خلص بحاجه بوزيتيف خاوتيكم دابيتود. هذه الاستاذه مازال هنالك الناس يحبوا البلاد ويحبوا الناس وفي قلوبهم الرحمه والامان والحب. الدكتوره سعاد ودغيري قالت للناس المرضى، قالت لهم روحوا على الجمعه نداويكم باطن 10 ل 12. بارك الله فيك استاذه، كثر خيرك حكيم، ربي نكثر من مثالك ان شاء الله. اعزائي الفقاقير خلاص، واش قالوا في الجرنان؟ نتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله، ابقوا على خير، نتلاقاو في بعضكم.
ربي جيب الخير. هاد العباد ما خلى والو اللي يجي يصدمها سعيد. هو ساهي لاهي في حواله